الجيش اللبناني يواصل انتشاره في المناطق التي شهدت اشتباكات في مدينة طرابلس شمال البلاد. هذه الاشتباكات استمرت على مدى 3 أيام وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص وجرح 10 آخرين. وكان الجيش اللبناني بدأ انتشاره في منطقة حي الأمريكان ذات الأغلبية العلوية ومنطقة مشاريع الريف ذات الغالبية السنية منذ يوم السبت الماضي. يشار إلى أن مدينة طرابلس تشهد اشتباكات عنيفة منذ يوم السبت، وذلك بعد تجدد الاشتباكات بين العلويين والسنة إثر توقيف ناشط إسلامي للاشتباه في تورطه في تنفيذ عمليات إرهابية.